أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومستمعي الكرام في نشرتنا لأهم وآخر الأخبار الأسبوعية، وقدمها لكم الاستوديو كيب ميديا من العيون المحتلة، وأبدأها بقراءة أبرز العناوين. البشير ولد السيد يدين التعنت المغربي ويؤكد تفكيك مينورسو يعجل بنشوب حرب جديدة. لجنة توم لانتوس بالكونغرس تؤكد احتلال المغرب للصحراء الغربية. اليوم 25 من إضرابهم عن الطعام، معتقل أكديميزيك يقاومون الإهمال ويواصلون المعركة. وفي الثقافية بلغمان أو الوجبة الصحراوية الأغنى والأسهل. الملف المغربي، سلطات النظام تمنع شبيبة النهج الديمقراطي من عقد مؤتمرها. أكاديمي مغربي يؤكد أن بلاده ممر للسلاح والإرهاب إلى أوروبا. أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومستمعي الأفاضل في هذه النشرة الأسبوعية التي نقدمها لكم من العيون المحتلة. قال البشير مصطفى السيد القيادي في جبهة بوليساريو أن إبعاد المغرب لأفراد من بعثة مينورسو سيدفع المنطقة إلى حرب جديدة لا تزال تداعياتها مجهولة لدى كل المهتمين بالمنطقة واستقرارها، مضيفا أن القيادة الصحراوية تكره الحرب وتدرك مخاطرها بحكم التجارب الماضية وطبيعة الصحراوية للمنطقة والخسائر التي قد تكلفها لمجمل الأطراف، لكن يبدو أن القيادة المغربية الجديدة لم تجرب الحرب ولم تدرك حجم التنازلات التي قدمها الطرف الصحراوي. وقال ولد السيد الذي يقوم بزيارة إلى موريتانيا بتكليف من الرئيس الصحراوي أن المراهقة السياسية لا يمكن لأصحابها اتخاذ المواقف السليمة خصوصا في أوقات التوتر، مع أن البعض ينظر باحتقار لمجمل شعوب المنطقة ويعتبر نفسه أقوى وأهم طرف فيها، ولا تزال حساباته الشخصية خاطئة ومحكومة بنظرة التفوق والقوة. أكد الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية استعداد الشعب الصحراوي وقيادته لمنح الملك المغربي الشاب تجربة جديدة من الصراع كي يفهم مطالب الصحراويين كما فهمها والده من قبل، هو يستجدي الحلول السياسية بعد أن سمع مطالب البوليساريو والشعب بالقوة. كشف القيادي الصحراوي في لقاء مع قناة تلفزية موريتانية أن فرنسا بعثت وفدا عنها إلى الرباط لإقناعها بالعدول عن قراراتها التي باتت بحسبه بوادر إشعال فتيل الحرب من المنطقة، مؤكدا أن الجيش الصحراوي لن يبادر باختراق جدار العار حتى يخرج الجنود المغاربة من جحورهم. نحن لن نبادر إلى فتح المعركة ولن نبادر إلى اختراق الحزام، حزام العار والذل التي يعني يتمركز وراءه ويحتمي به الجيش الملكي المغربي، ولكننا يعني في حال استعداد، في حال يعني خروج من الجحور أو في حالة يعني تفكيك البعثة الأمم المتحدة سنكون في حالة اضطراب، لا أقول شجاعة ولا أقول يعني تهور ولا حماسة للمعركة. ويواصل الأخ بشير مصطفى السيد زيارته إلى موريتانيا، وقد أجرى اتصالات مهمة بدأها بلقاء الرئيس محمد عبد العزيز وأحزاب من الموالاة والمعارضة، وحظيت زيارته باهتمام إعلامي لافت. تقرير في الموضوع. يقوم الأخ البشير مصطفى السيد الوزير المستشار برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بزيارة إلى موريتانيا مبعوثا من الأخ الرئيس محمد عبد العزيز، وبدأت زيارته بتقديم التعازي إلى عائلة فقيد الشعبين الصحراوي والموريتاني أحمد بابا ولد مسكا، قبل أن يستقبل من طرف الرئيس الموريتاني سلمه رسالة من أخيه وصديقه محمد عبد العزيز، وكشف مضامينها ولد السيد بلسان الرئيس الموريتاني. وعندما قدم نصحه ورجاءه لجبهة البوليساريو بنهج الطرق السليمة للدفاع عن حقوقها المشروعة. قطع عنه ذي اللي زودنا به من عند سيادة الرئيس، إضافة على ذا جوانب الحفاوة كاملة وكرم الضيافة ومختلف صور الأحسان، قطع أنه يجعلنا ماشيين حقيقة من عند أهل ومن عند بلدنا ثاني ومن عند أهلنا ثانيين، وإحنا حقيقة في حالة منتهى الرضا.
ويوم الثلاثاء كان للسيد البشير مباحثات مع رئيس حزب التواصل المعارض محمد جميل ولد منصور، وأكد هذا الأخير على موقف حزبه من القضية الصحراوية، مشيرا إلى الأجواء الإيجابية التي تعرفها العلاقات الموريتانية الصحراوية في الفترة الأخيرة. وفي لقاء آخر جمعه ومع رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محمى، أكدت فيها اللجنة الإعلامية لهذا الأخير موقف الحزب الثابت من قضية الصحراء وعلاقات الأخوة والصداقة التي تربط الشعبين. كما التقى ولد السيد كذلك مع مسعود ولد بالخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي عبر له عن دعمه اللامشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا أن هذا الحق الإنساني لا يمكن الالتفاف عليه. وتزعج تحركات الوفد الصحراوي النظام المغربي الذي دفع ببعض معارضي النظام الموريتاني إلى المشاركة في ملتقى كرانس مونتانا في الداخلة المحتلة. هذا وعقب عدة اجتماعات ومشاورات لمجلس الأمن خرج هذا الأخير بنقاط صحفية elements to the press وليس بيانا statement، لأن الأخير يتطلب إجماع الأعضاء، وهذا ما لم يتم بسبب التعنت الفرنسي واختفائه وراء مصر والسنغال اللتان عبرتا عن رغبتهما في تقديم الأمين العام لاعتذار إلى المغرب. وجاءت النقطة التي أخفاها رئيس مجلس الأمن في ملفه الأصفر لتؤكد على دعم أعضاء مجلس الأمن لبعثة مينورسو وانشغالها العميق من طرد أعضاء البعثة، ويحمل المجلس انشغالات الأمانة العامة من تأثير ذلك الوضع على قدرة البعثة على العمل بفعالية، ويكشف عن عجزه في إدانة المغرب الذي يحظى وإلى حدود الآن بدعم فرنسا مثلما أكد ممثل الجبهة في نيويورك، وسيكون أي تساهل مع مواقف المغرب الطريق الأقصر للعودة إلى الحرب في المنطقة. هذا وقام إيكيب ميديا برصد آراء نشطاء صحراويين من التعنت المغربي وتساهل مجلس الأمن وكيف ينظرون إلى المستقبل عقب صدور قرار مجلس الأمن. وفي هذا الإطار أكد المناضل حماد حماد أن قيادة جبهة بوليساريو قادتنا إلى تحقيق انتصارات مكنت من عزل الاحتلال المغربي، مؤكدا أن مراد تعنته هو الدعم الفرنسي. غير ما عنده شيء في القوة اللي وجد هو واللي واجه بها العالم، ما هي عنده، هو دائما معول على فرنسا، دائما معول على فرنسا. وانا نقول عن فرنسا ما يهتم الا حميته، اليوم ما فرنسا لا يتخرط طمع عليها مصالحها وتقدر لا تعطيه بالظهر، وفي الوقت اللي تعطيه بالظهر اللي هو من المغرب مسرب منهم. احنا ضريك خاصنا نفهم عن القوه اللي نواجهه اليوم، نواجهه فرنسا ما نواجهه المغرب، احنا نواجهه فرنسا. فرنسا هي السبب اللي خلات المغرب انه يدي 40 عام يتم احتلال الصحراء. من جهتها أكدت سكينة جدهلو في اتصال هاتفي مع إيكيب ميديا أن المغرب يواجه العالم الآن لوحده، وأنه إذا أراد إحراق المنطقة فإنه سيكون أول المتضررين، لأن الصحراويين متلهفين لانتزاع حقوقهم بأيديهم. تتواصل الضربات الموجعة لنظام الاحتلال المغربي، فقد دعت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي ممثلي منظمات دولية وازنة ورئيس بعثة مينورسو سابقا إلى الإدلاء بشهاداتهم حول الوضع السياسي والاقتصادي في الإقليم. اللقاء كان محاكمة للاحتلال المغربي، يقول ممثل الجبهة بواشنطن لخ مولود سعيد في لقاء خاص مع إيكيب ميديا. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. قال ممثل الجبهة في واشنطن مولود سعيد في لقاء خاص مع إيكيب ميديا عقب حضور جلسة استماع دعت إليها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونغرس الأمريكي. أهلا وسهلا بكم مشاهدي ومستمعي الكرام في نشرتنا لأهم وآخر الأخبار الأسبوعية، وقدمها لكم من استوديو إيكيب ميديا من العيون المحتلة، وأبدأها بقراءة أبرز العناوين. البشير ولد السيد يدين التعنت المغربي ويؤكد تفكيك مينورسو يعجل بنشوب حرب جديدة. لجنة توم لانتوس بالكونغرس تؤكد شركات دولية أمريكية منها، ومما يجعلها عرضة لمساءلة قانونية وعزلة من طرف العديد من البلدان بخاصة الإفريقية. وأكد هيغن أن المستشار القانوني للأمم المتحدة الأسبق هانس كوريل سبق وأكد أن إسبانيا لم تمتلك السيادة
على الصحراء الغربية، وبالتالي لا يمكنها التهرب من مسؤولياتها في إدارة الإقليم حتى يكتمل مسلسل تصفية الاستعمار منه. وتم تأكيد من طرف أعضاء الكونغرس بأن وجود المغرب اليوم في الصحراء الغربية هو وجود احتلال، وهذا شيء مهم وخاصة في ذلك الوقت تركتها وفي الظروف الموجودين فيها الآن وموجودة فيها المعركة. يعني يؤكد عقب 41 سنة على المغرب من زارين قال له أنه هو القوة المحتلة في الصحراء الغربية. من جهته أكد فرانشيسكو باستغالي ممثل سابق للأمين العام ورئيس لبعثة المينورسو على الصعوبات التي يواجهها الشعب الصحراوي وممثله في تنفيذ مقتضيات القانون الدولي بسبب تعنت المغرب ودعم مسانديه، مؤكدا أن الحل الأمثل هو تمكينه من حقه في تقرير المصير عبر ممارسة مزيد من الضغط على المغرب. بعد 25 يوما من إضرابهم مفتوحا للطعام، وصلت حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن سلا إلى وضعية صعبة. بحسب بلاغ أصدرته لجنة متابعة الإضراب، التمست في بلاغها من المقرر الخاص بالحق في الصحة وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر إلى التدخل العاجل وزيارة المضربين. هذا وأعلنت العديد من لجان التضامن في بلدان أوروبية عن إضرابها عن الطعام لمدة 24 ساعة للتعبير عن تضامنها مع المعتقلين، فيما شارك عشرات الطلبة وأفراد من عائلات المعتقلين في مظاهرة بمدينة الرباط المغربية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. بعد 25 يوما من بدئهم إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية وإطلاق سراحهم، يكشف بلاغ صادر عن لجنة المتابعة التي تضم 4 جمعيات حقوقية صحراوية عن تدهور حالة المعتقلين الصحية، فمنهم من فقدوا بشكل حاد وزنه ومنهم من فقد الذاكرة، بخاصة أن الإضراب أعاد من جديد الإحساس بالألم وأمراض أصيبوا بها نتيجة التعذيب والإهمال الذي تعرضوا له خلال فترات التحقيق معهم بعد اختطافهم. وحملت اللجنة مسؤولية ما يتعرض له المعتقلون من تجاهل وإهمال مقصود ومتعمد إلى طبيب وإدارة سجن سلا الذين يمارسون ضغوطا على المعتقلين من أجل تعليق إضرابهم عن الطعام. هذا وتوصل إيكيب ميديا ببيان موقع من طرف عدد من الجمعيات الفرنسية أعلنت خلالها عزمها تنظيم تجمع للإعراب عن تضامنها مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وأطلقت حملة وعريضة للمساهمة في الضغط من أجل الإفراج عنهم. هذا وشارك صحراويون وعائلات المعتقلين في مظاهرة أمام وزارة العدل المغربية في الرباط، ورفعوا لافتة تدين الإهمال المقصود وتطالب بتوفير الرعاية الصحية للمضربين طبقا لما تقتضيه الأعراف والقوانين الدولية. وتمت محاصرة المتظاهرين من طرف عناصر من قوات الشرطة والمخازنية. البلغمان طبق تقليدي في الصحراء الغربية يتم إعداده بدقيق الشعير المجفف على النار قبل أن يطحن ويسمى بالمقلي، وفي مرحلة أخرى يتم وضعه في قدر يسمى القدحة. اولا هي تعدل من الشعير، مثلا الزرع نقولوا له حنا، واللي تحتاج له لمواد بسيطه مثلا ما هي ياسر يفيض حد ما في مقرش ويديروا لها مثلا عنو شي السكر ويقبض لها المصعد اللي معدل من العود. بعد ذلك يمزج مسحوق دقيق الشعير المسخن والمجفف بالماء الساخن والسكر والقليل من الملح، ثم إليه السمن الذي يطلق عليه اسم الدهن أو شحم سنام الجمل المذابة والمصفات جيدا أو زيت الزيتون. وهذه الأكلة، هذه الأكلة هي كانت قوام الصحراويين يقاوموا بها النهار كامل، منين يأكلها حد بكري ما يحتاج شيء إلى اللي ويأكلوها المجاهدين ولا يضر حد، ومهم ومقدي كبار. ويعتبر البلغمان وجبة مغذية وسريعة التحضير وينظر إليها على أساس أنها من أفضل ما يتزود به المسافر، إذ تقيه من الجوع والعطش معا. وغالبا ما يحضر الصحراويون البلغمان في وجبة السحور شهر رمضان الكريم، كما تحضر وجبة البلغمان لأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون المضرة في وعاء المعدة، وخاصهم ما يتخلوا عنها. وكيف العالم كامل كلها عنده عادات وتقاليد، خاصة ما يتخلى عنها ويتم ماشي بيها ويوضحها ويقاومها ويعدلها قبال كيف كان يعدلها مثلا عنها عادية وطبيعية، هي مهمة للغاية
وخاصه ما يتخلى عنها الشعب الصحراوي، هي ولا غيرها من العادات، لانها عادات الصحراويين عريقه ومثل عنها مفيده للصحراويين اللي تموا ماشيين عليها، اللي تموا صالحين واللي تموا مثلا عنها مفيدين. يواصل الزميل محمد بنباري إضرابها المفتوحة للطعام لليوم 18 على التوالي وسط معلومات عن فقدانه لأكثر من 10 كيلوغرامات من وزنه، ويطالب بنباري بإعادة محاكمته محاكمة عادلة أو إطلاق سراحه، استنادا إلى أن سلطات الاحتلال لم تدلي بأي دليل يؤكد الاتهامات التي وجهتها ضده. وإلى حميد الغزلان، قال مراسل كيب ميديا من المدينة أن مظاهرات نظمت تضامنا مع معتقل إكديميزيك المضربين عن الطعام اليوم 25، وكذلك مع معتقل الصف الطلابي الصحراوي المضربين هم الآخرين عن الطعام منذ الأربعاء الماضي. ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات وأوقدوا الشموع وسط ذاك الشكل النضالي المتميز. انتقاما من مواقفه المبدئية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي ضد كل أشكال الانتهازية الطبقية وبيع مؤسسات وأملاك الشعب ورهنها إلى المؤسسات البنكية والمصالح الإمبريالية، وضد مواقفه من قضية الصحراء الغربية ودفاع عن شعبها وحقه في تقرير المصير، يتعرض حزب النهج الديمقراطي لحملات قمع وترهيب وتخوين من طرف الأجهزة المغربية. وفي هذا السياق تم إصدار قرار بمنع انعقاد المؤتمر الرابع لشبيبة الحزب على الرغم من حصوله على تصريح من سلطات الرباط. تقرير في الموضوع. قال مصطفى البراهما الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي إن قوات النظام المخزني استخدمت أساليب القمع والترهيب لمنع انعقاد المؤتمر الرابع لشبيبة حزبه، مؤكدا أنهم لن يركعوا ولن يتراجعوا عن عقد مؤتمرهم. لقد أمضوا جزء كبير من عمرهم في السجون ومستعدين ليمضوا ما تبقى لهم من أجل حقهم وحق الشعب المغربي في الديمقراطية والحرية والانعتاق والتقدم والعدالة الاجتماعية. نحن سلالة النضال والكفاح، أمضينا جزءا كبيرا من عمرنا في سجون مستعدين لنمضي ما تبقى لنا من أجل حقنا وحق الشعب المغربي في الديمقراطية الحقة ومن أجل حقه في الحرية والعتاق والتقدم والعدالة الاجتماعية. ومن جهته قال الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي عبد اللطيف زروال إن المخزن ينتقل من النهج الديمقراطي وشبيبته لدورها في مجموعة من النضالات الجماهيرية بما فيها حركة 20 فبراير والنضال الحقوقي وحركة المعطلين والنضال المبدئي مع حركة الأساتذة المتدربين. وأضاف المتحدث أن المخزن لم يتغير ولا وجود لدولة الحق والقانون ولا للديمقراطية، وإنما هناك دولة التعليمات والاستبداد والفساد. كان كيأكد شي حاجه كيأكد بانه المخزن ما تبدلش، المخزن هو المخزن، ما كاين لا دوله حق لا قانون لا ديمقراطيه، كاين دوله ديال التعليمات ديال الاستبداد وديال الفساد. خلال برنامج تلفزيوني للقناه الفرنكو مغربيه ميديا تحت عنوان ملف للنقاش والذي تداول ملف الارهاب وظاهره الاسلاموفوبيا، أكد محلل سياسي مغربي أن العشرية السوداء التي عاشت الجزائر إبان فترة التسعينيات من القرن الماضي قبل أن تتجرأ باقي الدول مرارة الإرهاب، كان المغرب بمثابة الممر الآمن للسلاح وسهل الطريق أمام الإرهابيين للدخول إلى أرض الجزائر وضرب استقرارها وأمنها. وأضاف المحلل السياسي المغربي أن الخلايا تحت مسمى النائمة والتي تنشط في المغرب تمددت لضرب العمق الأوروبي كذلك، الذي انبثق على هامش طبعا الصراع الحرب الأهلية التي كانت في الجزائر، الحرب الأهلية أو انفجار الجماعات المسلحة في الجزائر. كان المغرب يعتبر آنذاك في بداية التسعينات بمثابة ممر بالنسبة لعناصر الجهادية التي كان في أوروبا وفي أفغانستان، وكانت تدفق الأسلحة وتدفق الأموال وتدفق الإيديولوجيا من لندن وغيرها. هنا بالضبط في هذه اللحظة في هذه المرحلة التاريخية بثقت ظاهرة السلفية الجهادية. إلى هنا مشاهدي ومستمعي الأفاضل أكون قد أنهيت نشرة الأخبار الأسبوعية من إكيب ميديا، إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل، دمتم في حفظ الله ورعايته، وعاشت الصحراء حرة مستقلة وحرب التحرير تضمنها الجماهير.